تعالى بقى نروح على حاجه مهمه جدا. زي ما كنت بقول لكم دايما انا من الناس اللي معجبه، بص، اكتر مسلسلين بالنسبه لي عاجبني جدا قوي خالص الى ابعد الحدود في رمضان: الحشاشين وجودر، جودر والحشاشين وهكذا. مسلسلين 10 على 10 على 10 على 10. طيب الحشاشين بقى في معارك، حلو، والحشاشين كله على بعضه معمول بتوليفة وبتركيبة بتاعت المسلسل العالمي، معارك ونيران ومنجنيق وخيول بتجري وناس بتقع من فوق الخيول وبتاع، كل ده وراه ناس، وراه فريق، وراه مدرب. ما هو المسألة ما بتجيش كده. ده بالمناسبة يعني الميكنج بتاع المعارك زي ما حضراتكم شايفين، وشايفين الكاميرات وهي بتصور. الهرج والمرج ده، وده مصطلح بيتقال دايما على المعركة، يعني الهرج والمرج ده منظم وليه تدريب. معانا على التليفون كابتن محمد العزب، مصمم المعارك السينمائية والتلفزيونية بالانجليزي كده، وفي الحاجات اللي بتتكتب لما بتنزل الكريدتس او التترات باللغة الانجليزية يقول لك ايه؟ ستانت كوردينيتور. اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. ازاي حضرتك استاذ يوسف؟ عامل ايه يا كابتن محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازاي حضرتك؟ بعد اللي انا شفته ده هتدربني، عاوز اطير اطلع فوق الحصان، اطير انزل من فوق الحصان جو يعني. وتشتغل معانا في البروجكت اللي جاي ان شاء الله. بقى يعني اشتغل بقى من فوق الحصان لحد كده، انا بالنسبه لي كفايه والله. ده كله بيحتاج تدريب جامد جدا ووقت كويس قوي معانا بجد. يعني الحشاشين احنا قعدنا مثلا حوالي نتمرن 3 شهور بالظبط. 3 شهور تدريب. 3 شهور تدريب مع الممثلين ومع الخيل، واستعنا بالستانتس اللي موجودين في مصر كلهم. ما شاء الله. يعني مفيش حد في مصر ما اشتغلش معانا في المسلسل ده. ما شاء الله ما شاء الله. ما دي برضه يعني بيوت واتفتحت. دي بيوت واتفتحت. كابتن عبد الله استعنا بالستانس بتوعه، وجالنا برضه قال كان كورديريتور من بلغاريا بفريقه. الله الله. دوت اشتغلوا معانا. طبعا اشتغلوا معانا دلوقت في موضوع الخيل. دولت اهم ناس دربوا معانا الخيل. يعني انا عندي فريق خيل، يعني عندي فريق بتاع ستانت بتوع خيول. بس جه معايا فريق متخصص بتاع بلغاريا مع واحد اسمه كالا انا اعرف انه كمان الخيول نفسها بتتدرب، لانها بتبقى خيول كتاكيتي مش بتاعه الكلام ده، فلازم نعودها على الكلام ده. ده حصل، قعدنا مثلا شهر ونص شهرين ندرب الخيول بس. الاول على الجيش النظامي ازاي يتحركوا. أيوة. ازاي يخشوا في بعض، ازاي السيف يشتغل جنبهم من غير ما يهيجوا، لان الخيل لو انت عملت معاه جنبه اي صوت بيقع، ممكن يوقع اللي عليه. طبعا. فاحنا قعدنا ندربهم، الاستانس كلهم اشتغلوا، والاستانس بتوع بلغاريا والاستانس بتوع مصر قعدوا يشتغلوا على الموضوع دوت لمده شهر ونص شهرين. حلو. وبعد كده دربنا الخيل نفسها على الوقع، ازاي يقع، ازاي الاستانس يقع من عليه. قعدنا يعني فتره طويله جدا، والحمد لله الحمد لله ما فيش حد حصل له اي اصابه. وبتدرب برضو ابطال ونجوم المسلسل على كده. طبعا. لا وكمان النجمات، يعني عندنا اميرنا اتمرنت على الخيول. ساره اتمرنت معايا كمان سيوف وخيول. الله الله الله. الله الله. ساره عبرت معارك. مين يعني اللي كان بالنسبه لك مبهر، يعني ما كنتش متوقع انه هيبقى شاطر كده؟ لا بصراحه، بس مش عايز اقول مش هيبقى شاطر، هم كلهم اتمرنوا كويس قوي عشان كده كلهم طلعوا كويسين قوي. الله بس الـ 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 يعني اللي بهرني فعلا واشتغل حلو قوي تامي الشيخ، اللي هو برزق اميد. برزق اميد والله. برضه عمر الشناوي السلطان باركيورت. كان كويس جدا برضه. كان ويحيى ابن المؤذن. يحيى ده مذهل مذهل، هو وبرزك الاثنين. انا بشكرك جدا يا كابتن، وحقيقي حقيقي حقيقي ربنا يحفظكم، لان دي مهنه شديده الخطوره، شديده الخطوره، وهي جزء مهم جدا 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 من صناعه السينما، وجزء مهم جدا من صناعه الدراما ولا غنى عنها، خصوصا في الحاجات الكبيره وفي الافلام الكبيره وفي المسلسلات الكبيره. برزك ويحيى بكره لازم اتكلم عنهم الاثنين دول. اكتشاف. طب انتوا عارفين ان يحيى ده اصلا بيكتب سيناريوهات؟ مش كل الناس عارفه الموضوع ده، انا بقى عارفه. لكن على العموم هو خلص الكلام لحد كده.